السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو هو الفرق بين الفيسبوك العادي والفيسبوك لايت؟ يعني النسخة المختصرة للفيسبوك العادي. فوقاش ممكن أننا نقتصر على الفيسبوك لايت وبلا ما نستعملوا الفيسبوك العادي؟ شنو هي الإيجابيات ديالو؟ شنو هي السلبيات ديالو؟ وكيفاش ممكن أننا نتحمله؟ هادشي هذا هو اللي غنجاوبوا عليه في هذا الفيديو هذا. خليك معنا. إذا كنت أول مرة كتدخل القناة ديال زاد معرفة سليمة، مازال ما مسجلش معنا، تسجل معنا، خلي التعليقات ديالك، خلينا اللايكات، اشترك معنا في الجروب ديال زاد المعرفة السليمة على الفيسبوك، وشارك الفيديوهات ديالك. أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو أن التطبيق ديال الفيسبوك لايت هو نسخة مختصرة من الفيسبوك العادي. كل ما تريده على الفيسبوك العادي غادي تلقاه على الفيسبوك لايت. فيسبوك لايت بيانات ديالو قليلة ولكنها توفي بالغرض، يعني كل اي حاجه قلبتي عليها الفيسبوك العادي غتلقاها على الفيسبوك لايت. الحجم ديال التطبيق ديال الفيسبوك لايت هو اقل بكثير من الفيسبوك العادي، لان الفيسبوك لايت هو موجه بالدرجه الاولى للهواتف اللي عندها الجوده ديالها ضعيفه، الانترنت شبكه ديال الانترنت قليله، و مساحه ديال التخزين على الهاتف ديالك ضعيفه، والبيانات اللي ممكن انك تحملها من الفيسبوك لايت كتكون بيانات مختصره، وبالتالي اذا كان الهاتف ديالك الجوده ديالو ضعيفه كيصلح لها الفيسبوك لايت بلا ما تستعمل الفيسبوك العادي. اذا كانت عندك الانترنت قليله ولا كدير تعبئه باش كتشارجي الانترنت على الهاتف ديالك كيصلح لك الفيسبوك لايت بلا ما تستعمل الفيسبوك العادي، وممكن انك تحملهم بجوج بهم على الهاتف ديالك في اللحظة اللي تكون عندك الانترنت بالمجان، ولا الانترنت يعني عندك بالكافي ممكن انك تستعمل التطبيق العادي. في اللحظة اللي تكون انك كتستعمل الانترنت بالتعبئة غتستعمل الفيسبوك لايت وكيكون هو احسن. الا كان الهاتف ديالك المساحة ديال التخزين ديالو قليلة كيصلح لك الفيسبوك لايت، لان الحجم ديالو اقل بكثير والبيانات اللي كتحمل عن طريق الفيسبوك لايت كتكون صغيرة. اكثر من ذلك هو ان الاعلانات اللي كتندار على الفيسبوك لايت كتكون اقل حجما واقل عددا من الاعلانات اللي كتندار على الفيسبوك العادي، ومن هنا غتوفر المساحه ديال التخزين ديال البيانات الخلفيه على الهاتف ديالك وكتوفر من استهلاك الانترنت. اذا كنتي في واحد المكان التغطيه ديال 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 الشبكه ديال الانترنت ضعيفه جدا، كيمكن لك تستعمل الفيسبوك لايت لانه هو اللي غيستجيب بسرعه وغيعطيك بيانات اقل. تطبيق ديال الفيسبوك لايت ممكن انك تستعمله سواء على الايفون سواء على الاندرويد، ما كاينش مشكل. الا كان عندك الهاتف ديالك البطاريه ديالو ضعيفه وكيخوى بالزربه، هنا كيصلح لك تطبيق ديال الفيسبوك لايت، لان ما كيستهلكش طاقه بزاف وكيحافظ لك على الباتري ديال الهاتف ديالك. هنا غادي ننتقلوا دابا حاليا للهاتف وغادي نشوفوا كيفاش ممكن اننا نحملوا الفيسبوك لايت. كنمشيو مباشره يعني من متجر بلاي، كنكليكي على متجر بلاي وكنكتب يعني في الخانه ديال البحث اللي عندنا في الاعلى فيسبوك لايت كيف ما كتشوفوا، وهنا كيف ما كتلاحظوا هنا في الاسفل كيقول لك اودي 3 ميجا بايت، يعني التطبيق الحجم ديالو صغير جدا كيف ما كتلاحظوا 3 ميجا بايت، خفيف على الهاتف ديالك، ما كيستهلكش الانترنت بزاف، سريع التحميل يعني ما تعطلش في التحميل ديالو، وكتستجب يعني في اللحظة اللي كتكون كتبحث على شي حاجة على الفيسبوك كيستجب بواحد الشكل كبير بحكم أن الإعلانات اللي كتبان عليه ولا المعطيات اللي كيحمل كتكون مختصرة. يكفي أن حاليا أنك تكليكي على تثبيت وغيتثبت لك التطبيق على الهاتف ديالك وغتستعملو كيف ما كتستعمل التطبيق العادي، وبالتالي كنكون ثبتنا الفيسبوك لايت على الهاتف ديالنا. إذا كانت عندنا مساحة كبيرة على الهاتف ديالنا ممكن أننا نثبتوهم بجوج، في اللحظة اللي كتكون عندنا الإنترنت قوية كنستعملوا الفيسبوك العادي، في اللحظة اللي كتكون عندنا الإنترنت قليلة كنستعملوا فيسبوك لايت. في اللحظة اللي كيكون عندنا الهاتف ديالنا عليه يعني لا شارج ديالو مازال طويلة، الباتري ديالو مازال مزيان، كنستعملوا الفيسبوك العادي. في اللحظة اللي كيكون عندنا الباتري ضعيف كنستعملوا الفيسبوك لايت. وبالتالي كنكونوا عرفنا شنو هي الايجابيات ديال الفيسبوك لايت، فوقاش ممكن اننا نستعملوه، فوقاش ممكن اننا ما نستعملوش، وهنايا ما كنستعملوش في اللحظه اللي كنكونوا باغيين معطيات اكثر، باغيين اشهار اكثر، باغيين بيانات اكثر، في هذه الحاله هذه كنستعملوا الفيسبوك العادي.
ولكن بالنسبة للهواتف اللي عندها جودة ديالها ضعيفة، عندها الباتري ديالها قليل، عندها مساحة تخزين قليلة، كنستعملوا الفيسبوك لايت. إذا كنت أول مرة كتدخلوا القناة ديال زاد المعرفة السليمة ومازالين ما مشتركينش معنا، اشتركوا معنا، خليوا التعليقات ديالكم، خليوا لايكات، اشتركوا معنا على الجروب ديال زاد المعرفة السليمة على الفيسبوك. واي واحد عنده اشكاليه في القناه ديالو ولا عنده شي سؤال بغى يطرحه، سواء انه يطرحه علينا على الانستغرام ديال زاد المعرفه السليمه، سواء انه يخليه على الفيسبوك على الجروب ديالنا زاد المعرفه السليمه، سواء انه يخليه على القناه ديال زاد المعرفه السليمه اسفل، يعني في التعليقات اسفل كل فيديوهات. شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.